اسمحوا لي اقعد. طيب احنا عندنا الحد الجاي اسمه ايه؟ حد عارف اسمك ايه؟ ايه؟ كيفن. بس مش مشكلة بقى، كأنك ما جبتهاش جوه الكنيسة. شاطر يا كيكو. كيفن بيقول ان الحد الجاي حد التجربة. ايه بقى حد التجربة ده؟ اقعد يا كوكو. حد عارف؟ اخواتك اصحابك في لوباتير مش عارف حد التجربة؟ طب ركز عشان تعرف. قول بقى يا كوكو. دي واحدة منهم صح، برافو عليك. طب ده انت شاطر قوي يا كوكو. خلي استاذ رشدي يجيب لك هدية، ماليش دعوة. خلاص استاذ رشدي ايه؟ انت كمان عارف التانية؟ ها؟ انا ما سمعت. ايوه يعني اول واحده لما قال له خد الحجره دي اعملها عيش، والثانيه لما الشيطان قال لبابا يسوع، لما الشيطان قال لبابا يسوع ارمي نفسك من فوق الجبل وخلي الملائكه يشيلوك. طيب والثالثه لا مش فاكرها. لما قال له ايه؟ لما قال له لو انت سجدت ليا هدي لك كل العالم الممالك دي ليا، لو سجدت ليا صح؟ هديك العالم ده كله. شفت ده مستاهل الجايزة بقى، جايزة كبيرة يا أستاذ رشدي. أيوة بسقفوا لك أهو. شاطر. طيب هما دول بس التجارب بتوع بابا يسوع ولا كان في تاني؟ العميس ده جامد جدا، ممكن اطلع بيه في الحلقة، بس ده كبير عليا. اسمك ايه؟ كراس. ماشي. ها حد رافع ايده؟ خدام الحلوين، هما دول التجارب ولا في تاني؟ صمت الصمت عشان ابونا يسطس، احتراما لابونا يسطس ما حدش بيتكلم. ها قولي مفيش تاني. ها هما ثلاثة وبعد كده صارت الملائكة تخدمه. ها في حد تاني من الخدام عنده رأي؟ أيوة مش سامع. أيوة أول واحد أهو بيقرأ الإنجيل بالراحة كده، قال لك وتركه إلى حين، بمعنى أنه إيه؟ هو كل المؤامرات بتاعت الفريسيين ورؤساء الكهنة واللي اتعمل في المسيح ده مين اللي مخطط له ومنفذه؟ مش ده جزء من التجربة؟ بشكرك. ها حد تاني هنا عنده رأي؟ هما دول ولا في تاني؟ نعم. فترة الأربعين يوم كلها كان بيجربوا إبليس برضو. اسمك إيه؟ سامية سعد. بتخدمي فين؟ في القديسة رفاة. أمهات. ممكن تسقفوا لتسوني سامية؟ هديها هدية؟ أنت بقى صح؟ وكان في الجبل 40 يوم يجرب من إبليس. ربنا سمح بأن احنا نعرف الثلاث تجارب دول كنماذج، كنماذج، لكن مش دول بس التجارب اللي عرضها الشيطان عليه. ده هو في الأول ما هو مش عارف، لما تقروا 7 كلمات المسيح على الصليب بتاع البابا شنو ده، هتلاقوا انه الشيطان كان متشكك من اول البشارة بميلاد المسيح لغاية الصليب. يلاقيه بيقعد على المذبح بتاع المحرق ومحدش يعرف يدشنه، يقول لك ده ربنا ده المسيح. يلاقيه بيخش الحمام وبينام وبيتعب وبيعيط، يقول لك ده عيل زي بقية العيال. فضل كده متشكك لغاية لما المسيح قبض عليه بعد الصليب، بعد ما مات على الصليب صح؟ فحاول معاه في الأول بتجارب الشهوة وتجارب
بتاعت الناس العادية، وبعد كده قال لك لا ده احنا بقى ايه التلاتة الكبار اللي هم ايه بقى؟ كل تجربة بترمز لإيه؟ حد عارف؟ اللي هي شهوة العيون وتعظم المعيشة. أيوة اللي هي إيه شهوة العيون وتعظم المعيشة؟ قول لي حاجة واحدة من اللي كتبها علينا ربنا على رأي محمد هنيدي. شهوة العيون أنهي تجربة؟ أنا همد إيدي بعد كده. لو الخبز ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، واللي تعظم المعيشة لا بس ثانية واحدة بس، دي مش شهوة عيون. هو العيون شهوة دلوقتي بقت شهوة عيون عشان العيش غلي، لكن شهوة البطن أو كل الشهوات بشكل عام، والآباء يقولوا إن الشهوات متركزة من البطن وتحت. تمام. بالنسبة لشهوة ال ممكن نخلي حد تاني يقول التانية؟ أشكرك. ها التجربة التانية خدام. إيه؟ المال. أيوه أديلك إيه؟ أخطر. قال له أعطيك هذه الممالك كلها ومجدهن. يعني الإيه؟ العظمة والبوزيشن المركز. خد بالك المركز ده تجربة خطيرة جدا. نفسك تبقى خادم، نفسك تبقى أمين خدمة، نفسك تبقى أمين مرحلة، مش عارف أنا ينفع أطلع تاني، نفسك تبقى أمين الخدمة العام. عمال الإيه عملت وهو عمال ينفخ قاعد على المنفاخ عشان إيه يطمن إنك ضعت. خد بالك من التجربة دي. التالتة بترمز لإيه؟ الصمت يلف المكان. التجربة التالتة إيه هي الأول؟ قال له إيه؟ حد يرفع إيده بس كله بيتكلم في بق واحد. ها؟ إيه هي التجربة؟ وتعبت نفسي وجيت لك. ها؟ طب ما هو دي قلناها دي السلطان قلناها. ما دي اللي قلناها. التالتة ايه؟ اللي هو يرمي نفسه من على الجبل الملائكة تحمله. ايوه يرمي نفسه من على الجبل. دي تجربة ايه دي؟ اللي هي يعني بترمز لايه في حياتنا كده؟ اللي هو اللي هي اللي يعني اللي هو الكبرياء او لا السقوط. هو هيقول له يلا بينا نعمل الخطية والشيطان عبيط مش كبرياء. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ طب اقول لك حاجة. ايه؟ برافو. الإيمان تجربة الإيمان. يقول لك ويل للقلوب الهيابة. وفي حتة تاني يقول ان ولا الخائفين يدخلون ملكوت السماوات. ولا الخائفين اللي عندهم إيمان ضعيف إن ربنا يقدر ينقذهم ويعدي بيهم كل المحن والمشاكل واللخبطة، واللي ما عندهمش إيمان فبيجربوا ربنا. يقول لك ها طب لما أشوف الوعد ده صحيح ولا لا. مش هو قال أنت ابني وأنا اليوم ولدتك أهم متأمرين عليا، أنا بقى هعمل زي ما هم بيعملوا. مفيش إيمان صح؟ دول الـ الأهداف اللي احنا ممكن نطلع بيهم من التلات تجارب. واحد المسيح كان بيتجرب 40 يوم بكل أنواع التجارب اللي تعرفوها واللي ما تعرفوهاش، السرقة والنظرة النجسة والخطية والزنا والرشوة والمنصب والفلوس والجوع، كل أنواع التجارب. ليه؟ لا أنا بتكلم بس في الحتة بتاعت الإنجيل. ليه ربنا سمح للشيطان وهو إله الآلهة وقدوس القديسين إنه يجربه بكل أنواع التجارب؟ مين شاطر يعرف؟ لا يا سلام. اسمك ايه؟ كيرلس. افو الكيرلس.
قال ايه كيرلس؟ قول تاني. ان احنا لو مع المسيح وماشيين معاه في كل حاجه فنقدر نتغلب عليها زي ما هو اتغلب عليها. والحقيقه كيرلس، بس ممكن تسمح لي اصلح لك حته صغيره؟ المسيح عمره ما طلب مننا ان احنا نبقى ماشيين معاه في كل حاجه. هو قال بس يا ابني اعطيني قلبك. الموضوع ابسط، احنا عشان كنيسه تقليديه محافظه بزياده، فقال لك ايه؟ تمشي معاه يمشي معاك، تعرفه يعرفك. ده غبار الثقافه المحيطه. لكن الحقيقه ان هو انا بحبك وانا بحميك وانا فديتك. واحنا كنا لسه جينا عملنا حلو ولا وحش لما قرر يفدينا؟ ما كانش شارط انه نمشي معاه الاول، تمام؟ بس كيرلس قال كلام مهم جدا. ربنا سمح بان التلات تجارب دول نعرفهم، وان هو يتجرب كل انواع التجربه، لان في ايه مهمه جدا في الانجيل بتقول اللي قاله كيرلس ده، مين عرفه؟ ايوه ايه؟ الاجابات في سفر التثنيه، اشكرك. الاجابات اللي قالها المسيح كنت لسه هسالكم، اللي هي لا تجرب الرب الهك، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. في تثنية 8 وتثنية 6 التلات اجابات، عشان احنا ما فكرناش قبل كده. كان المسيح بيقول له مكتوب مكتوب، اين هو هذا المكتوب؟ تمام. كيرلس بقى كان بيقول ايه؟ كان بيقول انه المسيح لما احنا نؤمن انه هو فينا، مش هو قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه؟ صح. طيب احنا في المسيح نعدي اي تجربه. طيب في آية بقى بتقول فإذ قد لأنه إذ قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. حضرتك اسمك إيه؟ أنت مايكل. تشتغل إيه؟ مش سامع. إيه بتصون إيه؟ أصون كرامتي من قبل حب. ماكينات، ميكانيكا يعني، شفت حسيت بيك انا مهندس ميكانيكا جريبي يعني. طيب لما يجي مايكل يقول له اصل انت ما دخلتش بيت فيه تكييف وفي واحده ست لوحدها عشان تعرف انا كنت محطوط في ايه، فالمسيح يقول له لا، عديت فيها. اذ قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. وهكذا كل التجارب اللي مرت على الطفل الصغير اللي الشيطان بيقول له اسرق القلم الحلو ده بتاع صاحبك وقول ان انت اللي حليت السؤال، قول ان انت اللي حليت السؤال مش هو. مرورا مرورا مرورا، خد رشوة، انت في منصب مهم، انت عبيط ولا ايه؟ كنت بسمع الكلمة دي من شوية. طيب هقرا لكم بس للبركه انجيل التجربه وابقى خلصت. انجيل الحد الجاي، حد عارف منين انجيل القداس؟ حد رفع ايده؟ مين تاني هنا قال هات؟ ثلاثه هنا باربعه جنيه. ايوه اتفضل. مش سام. متى اربعه. طب حد عارف بقى الاعداد؟ ادي متى اربعه. ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. لسه بتتكلموا؟ لا لا لا، خليكم قاعدين، انا بس لا اقف. فبعدما صام 40 نهارا و40 ليله، تعب قوي يعني، خلاص جاع اخيرا. ليه جاع اخيرا؟ لانه ارتضى ان يكون انسانا بالكليه بالكامل يعني. طيب فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة. إيه المدينة المقدسة دي؟ أورشليم، تمام. وأوقفه على جناح الهيكل. الهيكل ده كان حاجة عظيمة. وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها
وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان. والآباء بينصحونا بأن احنا نقول له كده: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، والمجد لله. تفضلوا ارتاح. أنا خلصت، مستعد أجاوب على أي سؤال.